في زمن وقدره 9 دقائق جزء واحد من الثانية. تهانينا المعتوق بن شامس العامري، مساء الخير يا اهل السبق، مساء الخير يا اهل النواميس، مساء الخير لمعالي علي بن حماد الشامسي، تحياتنا والناموس. شكرا للزميل سالم بن سعيد بن حضيرم ونايف بن سعود البلوي، على بركة الله وتوفيقه. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اعلنت ثالث انطلاقات هذه الامسية الرائعة وشوطنا الثالث الخاص بالابكار الاذاع المحليات الاصايل كاس المحليات، بالاضافة الى 1.5 مليون هنا بهذا التشريف الميمون الذي ياتي لمتابعة هذه الاشواط من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحادي سباقات الهجن وشعلة نشاط الحمام والمشرف العام على هذا المهرجان. على بركة الله اعلنت هذه الانطلاقة لمن كاس المحليات، لمن كاس المحليات، مباشرة الى الفاو. حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يتقدم الواثق، يسير هنا ويقدم الفاو. المركز الثاني ثقة لمحمد بن سلطان بن مرخان يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث ياتي هناك ايضا ويتقدم احمد بن سعيد بن كراز السبوسي، يقدم مرموقة خذت المركز الثالث. المركز الرابع السايحة لخليفة بن سلطان بن رشيد، يقدم لنا السايحة في هذه الانطلاقة القوية والعملاقة. بينما المركز الخامس راعي الرقود يقدم الدانة، سيف بن علي بن سالم العامري يتقدم على المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الأولى، هذه الخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. كاس المحليات لمن؟ كاس المحليات لمن؟ عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى، حيث أجد ثقل لغيرت، ثقل لخذت المركز الأول لمحمد بن سلطان بن مرخان، يتقدم مع ثقة ويقدم لنا ثقة في هذا الشوط. هناك مع المركز الأول الفاو في المركز الثاني، أيضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز الثاني. المركز الثالث وصول ودخول من خلال مرموقة، وصلت مرموقة لأحمد بن سعيد بن كراز السبوسي. مرحبا يا بن حماد، مرحبا بالواعية. خذت المركز الرابع، خذت المركز الرابع لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي العام الماضي أبو مانع، حينما قدمت الوثبة. هذه السنة قدم الواعية ليحافظ على هذا الشوط من خلال تقديم هذه النوعيات. مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي علي بن سعيد الزرعي في التضمير والتدريب، الدخول الجديد هذه العفريت الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ وصل خذ المركز الخامس. هذه الخماسية، هذه الخماسية الماسية. الله 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 الله، كاس المحليات لمن؟ لمن سوف يكون؟ ثقة على الصدارة، ثقة على المركز الأول لمحمد بن سلطان بن مرخان يتقدم على المركز الأول مع ثقة في الصدارة، مع ثقة في مقدمة هذا الشوط. الفاو في المركز الثاني، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يتقدم الواثق ويقدم لنا الفاو. وصلت الواعية، وصلت الواعية، خذت المركز الثالث. هناك دخولها جميل، أداها متميز مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ولكن مهمة سلطان بن حمود بن علي اليحافي. أبناء السلطنة قادمين يقدمون مهمة، والمهمة صعبة الليلة يا سلطان من خلال تقديم مهمة في هذا الشوط في كاس المحليات، في كاس المحليات. الله 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 الله، المركز الخامس هذه مرموقة لأحمد بن سعيد بن كراز السبوسي، يتقدم يبحث عن هذا الكاس. ولكن شوفوا الأسماء، شوفوا التقديم
التحديات القادمة القوة والإثارة بعد الخمس المراكز الأولى، بعد الخمس المراكز المتقدمة، ولكن الصدارة المركز الأول مع ثقة لمحمد بن سلطان بن مرخان يتقدم الصعب على المركز الأول على الصدارة الأولى، يقدم لنا ثقة في مقدمة هذا الشوط في المركز الأول، بينما الواعية في المركز الثاني لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. وصلت الفائزة، وصلت الفائزة خليفة بن سلطان بن رشيد، وصلت صاحبة الإنجازات، وصلت صاحبة الفوز والانتصارات عتيج بن مطر القبيسي، وصل الاقتصادي ليقدم منصورة سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. الله 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 الله، احلوة المنافسة، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير، ثقة على المركز الأول، ثقة على الصدارة الأولى. محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم في المركز الأول في الصدارة الأولى، المركز الثاني الواعية مانا بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، يأتي أيضا بن حمودة، يقدم منصورة، يقدم منصورة، هنا يعكس الصورة يا مخرجنا مع منصورة سعادة فري بن علي بن حمودة، الدخول، الوصول، وصلت هذه لحظات الهدى مانا بن علي بن محمد بن حماد، وصلت جولة الأوامر منطقة الإعلام، وصل بن مرخان يقدم نغم، ولكن ثقة، ثقة الكبار مع الصعب، والعفاري قادم، وصل سهيل بن خيرة العفاري يتقدم مع أيضا شواهين، مع شواهين، ولكن عودة إلى أيضا المركز الأول، ثقة بن مرخان، ثقة بن مرخان على المركز الأول، محمد بن سلطان بن مرخان، محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم مع الكاس، كاس المحليات، كاس المحليات، كاس المحليات مع الصعب، كاس المحليات مع الصعب، إلى مرغم، إلى مرغم، إلى مرغم، إلى صعب المضمرين، إلى محمد بن سلطان بن مرخان، سلام يا أبو سلطان سلام. هذه صاحبة الشوط الأول الفترة الصباحية العام الماضي في سن اللقاية، يأتي بها في أبو سلطان في الكاس، تهانينا للصعب والصعب إركابه، صعايب بالفعل، تهانينا والناموس، سلام لعبيد بن محمد بن سلطان، تهانينا مشكور عبد الله بن سلطان الغفيلي. المركز الثاني شواهين سيف بن سهيل بن خير العفاري. المركز الثالث الواعية لمانع بن علي بن محمد بن حماد. المركز الرابع، المركز الرابع منصورة سعادة فري بن علي بن حمودة. والمركز الخامس كانت نغم لمحمد وسلطان بن مرخان. أتى بالمركز الأول وأتى بالمركز الخامس، لله يدرك يا أبو سلطان، تهانينا والناموس، نزفها إلى مرغم وإلى الصعب. محمد وسلطان بن مرخان يقدم لنا أيضا هذا الفوز، وتهانينا لبو محمد أيضا سلطان بن مطر بن مرخان الذي أيضا دائما يقف خلف نجاح حاتي هذا الشعار. تهانينا لابو محمد على هذا الفوز والانتصار، سلام يا الصعب سلام، تهانينا ولحظات الوصول بالتوقيت الزمني مشاهدين الاعزاء، حيث قطعت المسافة في 8 دقائق 54 ثانية وثمانية اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الذي قدم الصعب في هذا المساء الجميل، في هذا المساء المميز. المركز الثاني 8 دقائق 57 ثانية جزءا واحدا من الثانية، شواهين مع سيب سهيل بن خيرة. المركز الثالث 8 دقائق 58 ثانية وفاء وتماما وكمالا، الواعية لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. المركز الرابع 8 دقائق 58 ثانية واربع اجزاء من الثانية، هي منصورة لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري. المركز الخامس 8 دقائق 58 ثانية سبع اجزاء من الثانية، هي نغم لمحمد بن سلطان بن مرخان، تهانينا والناموس. اذا شوط المحليات يذهب مع ثقة، بثقة الصعب محمد بن سلطان بن مرخان.